انا اخر دفعة شحنتها ب 600,000. والله صدقت يا صاحبي، انا مره وقفوني الشرطه قالوا لي ايش محمل، قلت لهم جزر في الكرة. ادخل معانا للمركز. والله ما عرفنا نتصرف معاك يا عبد الرزاق، ابوك ريان محترف وانت تسوي له في المشاكل. والله يا حضرة الضابط، انا قلت احاول امسك بالعيد واسلم عليكم، لكن قدر يورطني في مكانه ويفر بطريقة عجيبة. عبد الرزاق احكي لنا الصدق عن علاقتك مع بالعيد بالضبط. بالعيد كان أعز أصحابي وكان مقيم معاي بالمزرعة من سنتين أو ثلاثة، كان مدمن مخدرات وجرني معاه هالطريقة، وصار الاختلاف بيني وبينه بعد عرفت إنه متورط في عمليات إرهابية. شوف الحين يا عبد الرزاق، أنا تورطت تهم التهريب بالعيد بعد ما تم القبض عليك في سيارته، وأعرف إنك صادق، لكن القانون لا يسمح أن نطلق سراحك، لهذا راح نحاول نتخذ معك إجراء أمني بسيط، فياريت التعاون معنا. مات مبروك معاي وما خاف دقيقة، أقسم إني مسكت دموعي وقتلت أكثر من 20 شرطي فداء لروح مبروك. يا بلعيد غلط تقتل رجال الشرطة، كيف يسمح لك ضميرك؟ يا أخي ما عليك بيه، أكمل باقي القصة. أنا في حالي تاجر واحترمهم، لكن يدخلون لمقري ويقتلوا صديقي عندها تك يحرق كل شيء. بلعيد نسب إدارة المصرفية في الشاص، وأكيد فيها مبلغ كبير لأنه تاجر على المخدرات. لو درى عنها عندي راح يجي مثل الكلب عشانها. انا حافظ رقمه، لكن كيف وصل فيه؟ ايوه جتني فكره يا حضرة الضابط، ممكن هاتفك عشان اطمن ابوي عني. ممنوع عنك الهاتف، واي طريقة تواصل مع البشر. بس والله ابوي فيه السكر، ممكن يمرض اكثر لانه منشغل علي. اوف امسك بس بسرعة قبل لا يشوفنا احد. والله تعبت، يلزمني نركض على الأقل، وإن شاء الله ما تكون الشرطة لقت البطاقة. والله كنت نحلم إن الشرطة بتمسكني، لكن حتى في الحلم ما قدرت تمسكني. أنا حسران بالحمام. إيه شن حصلنا تقول ياكله في الجيفة؟ إيه تذكرت عندي رسالة وصلتني وما قريتها، إن شاء الله خير. بلايب أنا عبد الرزاق، أنا بالسجن وبطاقتك المصرفية عندي، لو تبغى بطاقتك تعال هربني من السجن، هذا رقم الحارس لا تتصل عليه. تو كيف النص هراب؟ الحبس عليه حماية حتى لو هجمت عليهم بنكون خاسر.
لكن زعما نعطي الحارس رشوة مقابل يهربوا لي البطاقة. مستحيل. جتني فكرة جهنمية لازم نبدأ فيها من تو عشان ما نضيع الوقت. تعال أنا بالعيد ما تخاف. الله الله تقوم القيامة لو أنت صرت شرطي. والله أنا شرطي لكن شرطي ضد القانون للأسف. وين بطاقتي؟ آهي بس كيف رح نهرب؟ أركب معاي لو مسكون أقول لهم أني هددتك بقوة السلاح
وانت عارف ان الشرطة ممكن تمسك مايكل شماخر وكين بلوك لكن مستحيل تمسك السنافي. والله مش عارف غرورك يا بليد لوين راح يوصلك. راح يوصلنا لمزرعتك. هيا اركب يا راجل. بسرعة يلا ادعس على الموتر. يلا هم ام الفكر اللي انت فكرت فيها راح اموت راح اموت. ساعدني بالقيادة وانزة في الصمت. يا اخي قد اقف اقف انا راح انزل اقف. ما زال ما شفت شيء. اقدح يا راسي لعنة زحمك يا رطيب. اقدح يا راسي لعنة زحمك يا رطيب. ربعي الفعل الجود مضرب مزايا. ربعي الفعل الجود مضرب مزايا. فعل اللي نام به شك ولا ريب. فعل
انزل من السيارة. انزل. قبضنا على المجرم بلا يتخيب ونحن الحين جايين للمركز. زعما يكون الشخص المسروق انتهى او مازال في جزء ثامن. عموما لو حابين تشوفوا جزء ثامن وصلوا هذا ل 30 الف لايك. طبعا ما نشحت اللايكات او شيء، لكن هذا الشيء الوحيد اللي يثبت لي انكم تبوا جزء ثامن. تحياتي المتواضعه من اخوكم بليد الاستيطاني. طبعا ما تنسوش قناه الجديده بالوصف اشتركوا فيها، وان شاء الله رب يفرج الحال على المسلسلين والوطن العربي اجمعين.